بات وقصيت والليل باله طول. اليوم يوم يوم اللي ضحك وسوالف نقى من كل دار وطن. اليوم يوم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين بفقرة جديدة من الناس والليل. فقرة المطبخ اليوم الكل عم يستناها وإن شاء الله يا رب تلاقي استحسان عندكم. اليوم في عنا طاجن بحري رح نسويه ورح يكون معانا اليوم سعد وحمد. كنت متأمل اليوم يكون معاي بهاج بصراحة هو ومحمد الفهيد، بس سبحان الله الاثنين اليوم ما اجوا وإن شاء الله خير، يعني أكيد إن مشغولين وعم يحضروا لكم شيء حلو إن شاء الله بإذن الله. نستنى والنادي على سعد. سعد يا سعد، والله اليوم أكلت بردة برا، في برد سبحان الله النهار تلاقوه جو حلو من بعد الساعة 8 بتلاقي بلش الحرارة تبرد. يعني أول شيء بتمنى اليوم نفعل الهاشتاج تبع البرنامج وتقولوا لنا شو اللي حابين نسأله للشباب، بالذات اثنين اليوم معانا أكيد عندهم أسرار كثيرة. يلا معيتهم خلينا نطلع هالأسرار والمشاكل اللي عندهم والشغلات الحلوة والشغلات اللي حلوة أكثر. هلا أول شيء أنت اليوم ليش متأخر؟ آه؟ شنو هاي؟ هلا بعدين سيبك من شو هذا. مرحبا، اهلا وسهلا، شو اخبارك؟ الله يحييك. كنت تلعب بسكت؟ ايه حلوه ما شاء الله. انت ليش اليوم جاي متاخر؟ والله صادني ظرف. خير؟ اي والله. لا ظرف، هو اسمه ظرف يعني، استر علي الله يستر علي. الله يسلمك يا رب. اي أيوة. والله بس انا خلني من هناك بخير. هاي الاشياء شنو هاي؟ هذا اليوم في عندنا طاجن بحري جمبري وسلمون. اه بس رح نسويه مو بالطماطم، نسويه شيف بس انا كريمه. بس قل لي ليش هي على فكره، يعني ابو حسام ما راح يعرف انك تاخرت اليوم. هلا فكني من الطبخه اليوم، بدي اعرف انت ليش متاخر. انا بقول لك ليش متاخر، بس انا ما داني السي فود. هلا بيني وبينك، بس بيني وبينك ما حدا عرفان هلا غير. لا والله كنت مشغول، كان عندي شغل. مستاذن انا من القناه. شوف ايه انا ترى انسان انضباطي. ايوه شوف اقرا. يا سلام شوف. ايوه بتأخر لي لحظة شوي جوالي لحظة. يا فضيحة أبو حسان، وين أنت دواك أبو حسان؟ قبل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول استر من في الأرض. أيوة. ارحموا من في الأرض. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ما تبي الستر يوم القيامة؟ استروا محاسن. لا ذيك اذكروا محاسن موتاكم. يلا. أوه ما شاء الله من هالجميلين. هذه سلطان وهي سلمى. ما شاء الله اول مره اشوفه. هي صار ثاني مره بتشوفه. صدق هاي انت متذكر؟ اي نعم. شوف انا شوف متذكر في مجال نحط. تعرف مين المنافس تبعك مين اليوم؟ لا حزير. قول هيك يعني، قول مثلا انا هذا اتمنى اني نافسه. والله انا اتمنى اني انا اطلع من المطبخ الحين صراحه. ايش معنى انا صراحه يعني شيف ما بتحب الجمبري وما بتحب السيفود. انا ما احب شكل السيفود بشكل يعني. الله يكرم سعد اليوم خصمك. خصمك يا سعد. ايوه ما يمشي صلصة الريحان الا مشو. السلام عليكم ورحمه أهلاً الله أهلاً وبركاته. هلا نور المطبخ. هلا بالشيف. والله اخذنا برد. ليك ايدك باردين يا رجال. ايوه نبي ندفع. شوف ايش صار. خير سلامة قلبك. توكل على الله بس. والله انا متوكل على الله. نبيها من الله. ترى عشان اخليه يتحمس ترى هزمته المره اللي راحت. والله على فكره يعني انت اللي هزمته ولا هو؟ انا اللي فزت عليه. شوف انا اليوم مو بيهزمني. انا اقول لك من الحين بايع القضيه من الحين. اي يلا حي. كيفك مع الاكل البحري؟ الحمد لله انا في كل الطبخ يعني لي خبره تقريبا ما يقارب. لا بس بتحبه يعني 13 يوم اللهم لك الحمد والشكر. ايه كان جهد عظيم في تعلم الطبخ. لا والله ما شاء الله عليك. كل مره بتجتاز. شنو هذه الدائره لي ها؟ وانت كيفك مع الاكل البحري؟ بس كيف الطريقه؟ انا في حياتي ما لمست لا سمكه. هذا وش هلا بقلكم عليهم. هذا بيبي جمبري. ليش شكله كذا؟ جمبري هذا صغير. ربيان جمبري. اي الربيان هذا بيجي. لا محمد بالله سكر الباب. بيجي قياسات يعني. الجمبري بيجي قياسات سبحان الله من الخمسة للثلاثين. طيب انت عارف شو فوائده؟ قوي الذاكره. هذه واحدة فعلا من فوائد السلمون. تدري ايش حفظتها؟ لان ما شاء الله كل شيء يدخلون فيه ذاكره. لا بس هو شوف السلمون او السمك
ينصح فيه على الأقل مرة بالأسبوع لازم لأهل البيت لازم يكون فيه. في ناس عندنا هنا بالذات عادة عندهم كل جمعة لازم يتغدون سمك. تؤمن أيوة. بالله في حياتي بس غريب أنت في حياتي أي. كلها أي. ما طب لا حلجي ولا يدي سمك. هاي أول مرة في حياتي ألمسها. حرام عليك في بالبحرين في أكلات سمك بتجنن. يا أخي أهما أنا شخلني شيء شخصي فيني. يعني أنت كنت طالع من الخبر فت على البحرين وحسبت عليهم. إيه. أيوة. لا عن جد مفيد. لا أنا سبحان الله أنا شكليا ما أتقبله. السمك. شكليا أتقزز منه. طيب أنا رح أقول لك حي شغلي. أنت عليك تقطع الخضار. أنا ما عليك أنا أسوي الشغل كله فعلي. لا والله جد تسوي الخضار وأنا بساعدك بهدول. لا ما عليك الأمور طيبة. خلينا لنشوف. سبحان الله على البيسك يا أحمد الصادق خلصت الطبخات اللي سيفود. والله بتعرف هي اقتراح مين؟ ها. أبو عبد الله. من أبو عبد الله بي؟ بندر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إيه والله هاي بندر جعباله قال لي ليش ما بتسوي لنا أكلة بحرية له خلاص. سويها في يوم بندر مسويها في يوم حمد. والله أنا يعني بصراحة هلأ. يعني أنا أمس قايل لك. سعيد. أمس أنا قايل لك. أنا أمس شنو اتفقنا قلنا تشيكن مسلة هاي صار. هلأ في عندك أنت الأكل لسه أيامنا مع بعض. الحين هاي يزر ولا شنو ذي؟ شو هي؟ يزر. شو يزر؟ هذي جزر. لا هذا سالمون. شنو سالمون؟ السمك السالمون. سمك. إيه. بتعرف إنه في من أكبر مزارع الاستزراع الجمبري والسمك بالمملكة العربية السعودية بمكانين واحد منهم بالقسيم ومع إنه القسيم ما فيها بحر. سبحان الله. وفي عندك مزرعة الليس كمان للسمك بينتج سمك على مستوى عالي وفي مصنع بالمنطقة الشرقية تنتج الكافيار. شو يطلع الكافيار تسمع بتعرفون هالأشياء هاي؟ شنو الكافيار؟ الكافيار هذا اللي بياخدوه من السمك نفسه نوع من السمك ايه؟ بيطلعوا منه بيض صغير عرفتني كيف؟ جدا مفيد كمان بيضة قبل ما تطلع سمكة اه؟ قبل ما تطلع سمكة يعني لا أيوة قبل ما تطلع سمكة النعمة كلها ايه؟ ولا شيء لا والله جد هلأ السمك السمك هذا مثلا السالمون غني بشيء اسمه أوميجا 3 الأوميجا 3 مفيد جدا بالذات للناس اللي بتعاني مثلا من بعض الامراض او الناس اللي عم تكون عم تعمل حميه عرفتني كيف حبيبي هاد هذه الحين هاي شو نسوي فيه نقلي نشوي هلا بقول لك شو تساوي انت عليك بس شو تساوي لي هي هيك وتنظفها هيك تشيل هاد الشغلات هاي هيك اشوف هذه سودي اشوف شلون تنظفها لا هي خلاص هي خليها لسعد عرفت كيف؟ وهي هيك وقطع مربعات كملون بس اليوم الأكل مفيد جدا وبالذات بهالجو البارد هي بالعافية عليكم أيوة وهي خليها هاي شنو بعد سمك خد خد أنت هاي ما في داعي إنك تفتح هاي عرفت كيف لأنه هي ما رح تأخذ كمية كبيرة طيب الحين الحين حلو شو بنسوي كبسة ها سوي كبسة لا ما في كبسة بس هي بالمرق بس لأنه بصراحة ماني حاطط ببالي إنه نسوي كبسة هذه شنو هذه هذه جبنة برميجان هاي طيب الجبن هذه؟ ايه هذه بالله تكفى المقادير حبة حبة يعني الطريقة تمام أول شيء بدنا نقطع شوف شلون عم يقطع حلو مربعات حلو بناخذ بعدين حبة هالثوم هاي غريبة ما في بصل وبنقطعها سلايز هيك عادي حلو شوف كيف العادة يقطعون البصل ايش معنى اليوم؟ لا اليوم لأن الطبخة سهلة جدا عرفتني كيف؟ هيك يا زينك يا شيخ والله العظيم انك ما تقصر يا اخي الله يسعدك صراحه جهودك تشكر بس عظيم عظيم عشان يضبط الطبخه عظيم يا شيخ بس هي هيك جميل والله طيب نحط الثوم بعيد عشان ما حد يضايقه بس يلا هيك انا خاطره مو بسيء هذا يغضب بسرعه الثوم والله انا ما انا ما احب الثوم ابدا يا شيخ ليش طيب ما احب ما ادري يعني طيب الحين هو يصير بس يصير مرق ايه والجمبري بس صح؟ بس تمام ايه حلو هاي هاي الثانية شوف قطعها نفس الشيء مربعات شي؟ ايه شو حلو؟ عندنا بحر في الرياض مو نجيب الجمبري شلون صدتوه؟ شلون؟ مو صدتوه ذي شلون صدناه؟ شباك لا بس دخلت السكين داخل وطلعته بالله عليك اي والله لا ترى لا صدق مو نجيبتوه مو صدتوه بكيت يا شيخ السيد ابو علي هو اللي بيجيب لنا الاغراض لا يعني هو صاده يعني وين راح صاده جمبري ولا اشتراه ولا ايش سوى يعني لو في مناديل
الله دموعك غالي علي والله يا سعد. الله يرفع قدرك يا والله. البصل بس اقصصه ولا ما يحتاج؟ لازم مثله هيك بس قرب قرب الشغل تحسه عم يكتب ما عم ما عم انت تبي البصل عشان الحمسه بس صح؟ بس اي عشان بس لازم تكون اصغر عشان كذا سالت شو رايك؟ شو؟ والله ما يمسكين بصل هذا يسكين لحم. خوف علينا يا حمر سعود يا شيف على بزياده شي قلت حمر سعود شيف كشوق سعد ابيض وجهي يا حبيبي قمر الله كالشموس يشرقي شو هي احتضان الافقي هلا شوي بتلاقي بيقلب لي بعدين على احتضان الافقي حط البصلات حط التومات ليش الله خالق البصل يطلع دموع يطلع ايش دموع يصيح ها شيف والله هاي ما بحثت فيها بصراحة ليش ما بحثت شلون تخرجت ما بعرف والله بس لازم يعني انه البصل ليش البصل الابيض ما يطلع تعلمتها في المطبخ الحركات هذه شوف شوف الله اكبر شفت شلون ما شاء الله عليك شيف تهو شوف كلك اللي ما شاء الله عليك شوف الله الله شافوا له أنا لازم راح أجيب مناديل. خير. حسبي الله على إبليسك. معترضين معترضين عمل لهم هذه على على تعب رغبة أبو عبد الله. أي. شوي. اللي حبيبي. طلعت أنت اللي قايل لهم يبوا سماش. أبو الدف أنا. إيه. أقسم بالله. طيب في نفس تحجج اللي راح ساعدك. والله أبو الدف آمرني يا أبو. أنت اللي قايل يبوا سماش. والله أنا ما بقى أنا قلت سيفوت. وهذه شنو هذه؟ ما بسمك ذا. دقيقة بحطها يا شيف هذه اللي تاكلها خليني اشرب فنجان والله ما حطها معاك يلا ها بسم الله تدشين وضع الجمبري في القدر ايوه اعوذ بالله فلينظر الجميع يا اخي بيختلف الجو دغري بالليل شوي شوي حط يا بابا الى ما سنضعه الان حط على ذاك خل على ذاك بسم الله هذا وش هذا سلمون اوه سلمون احطه كله لعبتي هو احنا نحط الابيض على الاخضر شفت اللي قلت الكمس يا اكو شيء متعود على كلمه كوتش النادي شيف مو مقشر مو مقشر السكينه تمدها مو مقشر السمكه كهوه مو مقشر اي ما مقشر ايوه هي عادي لا مقشر جاهز سلمون ذا الا شو فوائد السلمون الا اوه السلمون اكثر فائده غذائيه في الاسماك في السلمون سبحان ولا الله ولا لا بلا بلا لا في كمان شيء الفسفور ما ادري اذا في اوميجا 3 إيه اوميجا 3 إيه. احسنت لا لا الفسفور هو الاوميجا 3 هو الفسفور ما هو بلا كيف اطبخ جمبري والله يعرف يطبخ هذا ما شاء الله شاف شاف نزل شي يوم هيك يتحدى لو سمحت شيف لا تدخل بطبختي لا 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 عشان ما تصير علوم سعد الفلفل قلته برا انا اسوي جمبري ها اكل ان شاء الله سوا سوا لا تعطي الا انه جيب ريحته مو حلوه هذه الكشنه كشنه لا ريحه هذه لا الكشنه كركم ها الكشنه هيك والله ريحه هذه الله يا اخي ما هي خارجنا منك ما في اسلم يا بعدين لا تقول لي ليش ما ساعدتني انت ما بدك ايه معتز عظيم انت لو انك موجود في كل بيت كان الناس كلهم يعرفون يطبخون شوية مي بس ما بدها أكثر لأن هي ما بتأخذ مي كثير كم مدتها؟ بالضبط 12 دقيقة تكون جاهزة بالله؟ إيه والله راح زيت؟ بس حاجة هلا بتقلي ليش عم تغلي؟ أنت عندك مشكلة مع الزيت يا ولد شو استار؟ هل يصلح شيف هل يصلح هذا فطور؟ بيصلح بالله؟ والله بيصلح يعني أنا سريع التحضير إيه في أكلة فرنسية اسمها كيش تجي مثل العجينة شفت الباف بيستري بس تيجي كبيره ليش ايش كيش الباف ايش بيستري والله هذا ما اعرفه ما اكتب عليك هي بتيجي عجينه هي طبقات عن جد والله ما اعرف ايش هذا المهم هي بتيجي أيوة. هيك وبتنحط مثل قالب الكيك حلو بتدخل الفرن طبعا بيجي معها اجبان وكريمه وهالاشياء هاي وبعد منها بتطلع بتتقطع مثلثات في ناس كثير بتاكلها شو اسمه على اساس انه شو بسموها فطور يعني دقيقه هذه ايش هذه جبنه بارميزان هذيك اذا جبنه انتك صح ايه. وش تسوي وش يعني وش هدفها بالطبخه هذه ما هي اهم الفوائد التي سنتخلق اذا بتلاحظ ما حطينا ملح بالمره صح لانه السمك اجمالا فيه كميه ملح
عرفت كيف؟ وهذه ايش تفيدنا؟ وهذه فيها مي ملح كمان تفيدنا في الطبخه، تعطي نكهه حلوه، تعطي نكهه حلوه وقوى. بس مشان ما تضرب اذا خليني بس اسوي لك اول وحده وبعدين انت تساوي الثاني. لا هو انت بغض النظر وصلنا لان النهايه حصل في مشاكل، انه هاي خليها بعيده بس عن ايديك. طيب هذه ما هي بنفسها؟ هذه جبنه موزاريلا، هاي صناعتها شيء، وهي هي انت نحط هذه اخر شيء. طيب اخر شيء تمام، حط شوي جبنه وش حط بعدين كريمه وخالصه طبختك انت، وانت لسه ما خلصت. ماشي حط كريمه يلا ورجيني. والله شيخ وريني مراجلك هلا هون عليها. ابي اقول يا شيف، قلت يا شيخ ما بيأسى الجواب الكافي. حط الحين هذي، وين عيونه؟ شو هي؟ ما بحطها كذا، هي شايلين الراس تبعها والديل. هاي المون جايبين دي، شو هي؟ رحين هذي شيف مون جايبينه جمبري. هي بابا اي وين راسه؟ وين هذا راسه؟ من فوق والديل في قلب داخل ومعاه. لا كله كيف خليتها طويله انت؟ نظفه. كيف خليتها طويله؟ من هون. لا من الثاني. من الثانيه؟ ايوه من هون. اي انا اشوف. بس بالله عليك هي على فكره ضربتها مو حلوه. ها يعني اذا اجت على الظفر ولا على الاصبع؟ لا لا ان شاء الله مو طيبه. بتلاقيها مزعجه. ايه محسسني انه راح يطير عليك. سعد لبيه. الله يخليك يا رب. لبيه. ايش حلمك بهالدنيا؟ يعني هذا السؤال ما يجي في المطبخ، هذا المفروض. لا لازم بالمطبخ. انا بيطلع عندي افكاري كلها بتطلع بالمطبخ. شنو هذه؟ هذا السؤال حق خط سلمون. لا هذه اقشره. لا 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 هي مقشره ونظيفه كلها. والله شوف، هو ما اعتقد ان في احد بيعيش عشان حلم واحد. يعني الناس بتعيش عشان احلام كثيره في حياتهم يبغون يحققونها. ما اتوقع ان في احد بيقتصر حلمه على حلم واحد. قل لي ليش؟ لانه لو حقق هذا الحلم يبغى زوج، يبغى حلم ثاني، يبغى مكان ثاني، يبغى تجربه ثانيه. هلا الطموح والحلم بيرتبطوا ببعض. ايه فممكن الهدف الاساسي يعني المساعد يكون له تاثيره في المجتمع بشكل كبير، انه يكون لك لي تاثير بصمه. ايوه لي تاثير، يكون شخص مؤثر. يعني له تاثير على المجتمع. ايش ثم من الاحلام اخدم المجتمع في اني انشئ مثل مؤسسه ممكن نسميها، ممكن اي شيء للابداع. تمام. فيها طبخ، فيها تعليم طبخ. حلو. فيها تعليم مسرح، فيها تعليم كمبيوتر، فيها جميع المهارات اللي يحتاجها الشخص في حياته. وتكون هذه باسمي انا، وانا يعني اكون مدير عليها، وانت اللي ونهيئ بيئه جاهزه لاحتضان الاشخاص لانطلاقتهم الى الابداع. حلو والله، فك او طموح او حلم سامي. ان شاء الله تكون معي انت يا شيف. انا بشرفني مهنه الطبخ والشيف والمطبخ. ايش اللي من احلامك يعني انت اليوم فصير تحقيقها؟ اثنين، ماده وتاثير وخدمه مجتمع. طيب شو اللي من لان انا اعتقد لهلا يعني اذا كان الشخص في حياته مؤثر سيصل لكل باذن الله حلم يقدر عليه. لو تملك المال بدون تاثير ما حد قبل منك، وبالذات اذا توظف بطريقه صحيحه. هذا يكفي ان شاء الله. صح ان شاء الله وزياده. طيب ايوه سلام حمد لك. هلا ودي حوش. ايش من طموحك؟ اي ودي حوش. حوش روح ايش ايش من حلمك انت؟ طموحي حاليا؟ لا الحلم يلي انت مثلا سعيت له وحققت جزء منه، وايش طموحك او حلمك تحقق؟ شوف ايش سؤال؟ ايش حطيت؟ زعبوط العفريت. حط العفريت. زعبوط العفريت. حط العفريت. هذا اسمه معجون الريحان. عم اقول ايش كان حلمك وايش اللي حققته؟ حلمي اني اجمع فلوس وايد. يا لطيف. تمام. ايه الله يرزقك من فضله. يسحب علينا. ايوه وبعدين علشان اكون مستقبل لي. حلو. واسس حياه. شو المستقبل؟ شو اللي نفسك؟ شو اللي المستقبل؟ واني اترك بصمه جميله. تعبت بالطبخ. الله على فكره جاهز. الله يحييك. اهلا وسهلا ومرحبا. لقيته قلب المطبخ تطمن عليه. ما شايف النور المطبخ زايد؟ بس جايب تطمن عليه انا بس مو اكثر يعني. بوسو. اي بو. الله على ذا الليل. لو كان ما جاء طبخ. ايام فلوس وايش؟ والله حطها بس سكبها.
طيب شوف أجمع فلوس مش قضية إن أجمعها لنفسي، لا مش قضية تجميع، في هدف يعني. إيه في هدف سامي إن شاء الله. وش هو؟ يعني. شو هو؟ لا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقضوا حوائجكم بالكتمان. يا لا تسألوني يعني. إيه أنا صراحة يعني؟ مثل هاي الأسئلة دائما أتفاداها وأتحاشاها. ما عطني إياها. استعينوا على قضوا حوائجكم بالكتمان. إيه. إيه. ايه خذ شاطي عيني تحكني عيني تحكني حك عيني لا هو شيء يعلم كيف تطبخ ما بعرف والله ما يحك عينك لا شوي حك لي ظهري شوي حك لي عيني اخذه كمان هلا شو اسمه على السوق اشتري له اشتري ملابس سكروا الباب بردنا ما شاء الله ما شاء الله يا ويلي حلو حلو اول مره تصدق اني اطبخ الطبخه هذه يا شيف كيف بالله عليك اول مره والله اطبخ سهله جدا الجمبري هذا شكلي بادمن في البيت عشان ما سبت يحرقني بس والله حلوه العاب 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 بدك هي اتحداك تعرف تجيب اللون هذا بس ما راح اقول لك كيف بعدين في شيء لك ليش حطها بهي ما عرفت مشان الدب هذا انا بسوي لك هات هات تذوب لك ما يا ابني طيب شيف الحين ما بياخذ كذا خلاص ناكل بس هيك هلا انت جاهز للاكل تمام جاهزين الاكل بس ما نخرب يعني شويه جبنه موزاريلا على الوش احلى موزاريلا احلى جمبري في الحياه ايوه بسم الله تدشين ايوه وضع الموزاريلا على الجمبري غلطان ها انت هيك حطه في النص بس هو بس غلطان يقول لك ايوه الشيف يقول لك غلط 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 ليه غلط ايش يدير طيب هلكني يا مشاء يا ربي يا حمد حك لك راسه اي والله يا هني في النص يا ربي يا حمد رفع ضغط الشيف انا عندي فكره خلنا ندفنها بهذا خل مشان يضل اللون ظاهر اقنعني الحب عطنا هذه كشوك الليالي يا حمد اي والله سمعنا اليوم ما سمعتنا بالمره حمد طبعا هاي من اناشيد اللي انا انشتها الله لا يخفي لك حس سمعني صوتك ايه يلا عبد المجيد المطيري اللي كاتبها كنا في برنامج كتبها لي يلا روح اقلع عن الحب بات الحب ادمانا وزد جفاء فان الوقت قد حان يا سلام قد كنت في القلب مقرونا بلوثته يا الله واليوم منك الهوى والقلب قد بانا بس لا تروح الله 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 يلا روق مكانك انت يلا ها شو تسوي شيل هذا حطه هون ورب زبط امورك خليه يطفي لك هاي هذا خلاص كده جاهز صح جاهز يا عمري خلاص يا رسول براك خلقا باحسن صورة لا لا أبيك شوق الليالي يا حمد تكفى وكذا كسمتا والذي رفع السماء لو لم تكن بشرا لكنت ملاكا سؤال يطرح نفسه ولا أنت ذو الخلق العظيم كفى به يا سلام مدحا كما رب العباد دعاك صلى عليك صلى عليك صلى عليك من البرايا كل من تقت قلوبهم إلى لقياك اسلام نور it like us beyond your grace as such by Allah you bless was raised هاي عن النبي عليه السلام أيضا تكملة النبي طيب سؤال ما بتلاقي حالك إنك بخيل وإنسان مقصر لا بخيل انا مش انك ما طلعت انشوده خاصه فيك ونشوفها على قناه المجد
الله يسامحك كان عندي اناشيد خاصه فيني على قناه المجد, المجد يا حبيبي انت نجم وهذا لا ما عليه غبار ومعروف ولا عليه غبار. سؤال واضح, سؤال على قناه المجد, من على قناه المجد الخبز الاعلامي, قناه المجد اكبر من حمل سعود عشان حمل سعود ينشد لها وقناه المجد. شوف صعد الموضوع يعني يا اخي جاوب على السؤال, انت تجيني زاويه انا اطلع لك رد عليه بالرد عليه. يعني قناه المجد, قناه المجد كمان بتحتضن اي منشد يا سلام يقدم رساله حلوه للمجتمع. مشكله انت قناه المجد ايش تسوي, تحتضن اي ايش نجم بيقدم اي منشد انت اي منشد او اي مؤدي او اي شاعر او اي مقدم او اي مسرحي او اي كاتب. حمد سعود, حمد سعود لا يعنى قناه المجد اكبر, لا يعنى لا يصنف ضمن منشدين او شعار او او ايش يصنف, هو كيان خاص به. شو هو يعني حمد سعود؟ حمد سعود ايش هو؟ هو حمد سعود. حمد سعود بكلمتين ايش هو حمد سعود؟ هو حمد سعود كلمتين. ليه؟ والله يا انك سببت بازمه عند الشيف, اتوقع ما عاد راح يجيبك. بس مشاهدينا الكرام شافوا طبختي؟ خلهم يشوفون طبختي هنا واضحه. وين بدنا تنادونا بندر؟ الله ابو عبد الله. يا سلام يا سلام, لو سمحت. لا لا هذا الإبداع, ما هذا الجمال, ما هذا الطبخ الذي لا يحدث كل يوم. إذا أردت مثل هذا الطبق فارفع الشاشات إلى فوق, خذ كل الجوالات واطلب من كل المواقع. نادونا نادونا أبو عبد الله. أبو عبد الله بندر, وين بندر؟ أبدأ صفن لي جبنة واحدة يا ولد. هم هم جنايز, صفهم كذا ترتيب. لحظة لو سمحت, حطهم بث لا على القبلة لو سمحت. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعمل لك سبحان الله. قلت لي لا تغضب لا تغضب, طش لبسه اياها. شوف هذه, هذه حمد سعود ومن سدح. هاي الشيف قاعد يطالع قمر. بتبرد انت بتعرف بتبرد العيشه وما صفى. تعرف مين دواء؟ ابو رزيقه. ابو رزيقه, ابو رزيقه. والله دواك ابو رزيقه. هاتوا ابو رزيقه يا ابو رزيقه. شفته؟ ها شوف, نحن قدامنا باقي اربع دقائق لنطلع فاصل. عرفتني كيف؟ بتحبوا ننهي الطبخه؟ لا لا نطلع فاصل ما بعدين بنحبوش. نشتغل على بس 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 بس. شوف اخي, شوف الله روح الرياضيه عنده ما شاء الله. عدل اثنين والله ما شاء الله. شكرا على روحك الرياضيه يا الله. خلاص لا تكثر روح رياضيه, لا تكثر روح رياضيه. خلصتوا؟ مرحبا يا بندر, مرحبا يا بندر, مرحبا يا بندر. شوف انا ما ادري وين وين يا بندر. يسار يا بندر, يسار يا بندر. مرحبا يا بندر, مرحبا يا بندر, مرحبا يا بندر, مرحبا يا بندر. شوف شوف انا بقى. هلا بالغالي, هلا بالغالي, هلا بالغالي, هلا بالغالي. والتمر من تمر الدجة والماء من سدير. بيك مزعج هذا. هيا مرحبا يا ابو عبد الله. يا ابو عبد الله طيب سم. كونك امبارح انت الفائز كان عندك الخيار انك تنقي طبخ الثاني يوم. حلو. وهذا راح يكون هذا الاسبوع معنا. حلو. انه الفائز هو بيحدد الطبخ. طبخه وش اسمها؟ اليوم طبخه سي فود, فينك تعتبرها للي عاملين حميه او ريجيم او كيتو, ممكن ياخذوا هذه الوصفه لانه غنيه بالدهون الثلاثيه المشبعه المفيده للجسم. يا سلام. ايوه قال لي بالله عاد شيرت. وفي عندك شو اسمه, اللهم صل على سيدنا. طيب هل هذه تعتبر شوربه ولا زي ايدام يعني؟ لا ايدام, هذا ايدام. ممكن تاكل رز ابيض او مكرونه. هذه ودها جمبري بس بحريات, كلها بحريات عباره عن سمك سلمون وجمبري. الله اقول الله عطني مشاعر. مش شوف لنا بالله عليك ابو رزيقه وينه. طيب. يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانه. كيف ملحة كيف اللي يغيب داخل القلب موجود. هذا الشوك اللي يفز عروق قلبي عشانه, ما تبعده عني ميادينا وحده. الله اكبر. غلايا اللي في خفوقي. هاي خبز, ها اذا حدا بده خبز. يا رب لا. كيف طعمته الصوص تبعه؟ الله ترى ما اقري عليها. شغل طيب صراحه. طيبه الله طيبه. ابو سلطان يا رايحين على مصري. دقت هذه؟ شو هي؟ دقت اللي هنا؟ لسه. دقت دي؟ بعد سلامي في كلمتين يا هلا الله, مشتاق لنسهر طيبين
وينك يا رجال يا طيب؟ ابو سلطان يا اخي هذا عزبني اليوم قلت له دواك. مرحبا يا ابو رزيقه. مرحبا يا ابو رزيقه. ارحب ارحب يا ابو رزيقه. اليوم هلا بالغالي. هلا بالغالي. هلا بالغالي. هلا هلا بالغالي. هلا بالغالي. هلا بالغالي. هلا بالغالي. سمو خلوا ليش بسم الله. لذيذة صح؟ بس لا تذوق الثانية. طيب شفت شلون؟ الله لحظة تذوق. يلا والله يتزوق. الو يتزوق شو هيدا؟ يلا يلا تزوج. يلا شيف تزوج. يلا شيف هذا يسوون هاي ربيانو ودياي. يلا سؤال. يلا سؤال على السريع. شيل شيل يلا يا شيف. يلا سؤال. لا 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 سمع انا حمودك عندها لجنه. لجنه مقيمه. لجنه مقيمه. شيل. لا مقيمه. شيل قاعد يقيمون. شيل شيل شيل. يلا شيل. يلا كل من يمين. يلا يلا واحد. يلا شيل اعطينا كاس. ها يلا شيل. يلا من الفايز يا ولد راح نطلع فاصل يا جماعه الخير. سعد من الفايز راح نطلع فاصل. بس قبل ما نطلع فاصل ثواني نعلن. خلينا نعلن. يلا معنا رز اليوم الشعلان من احلى الارزاز اللي موجود معنا. هذا الاعلان الاول. الاعلان الثاني طبعا معنا النجم بهارات سره. لحظه شوي كيف. ايوه يا حبيبي والله فهمان عليك. راح نعلن النتيجه بس اول نعلن على الموجود معنا بهارات سره اليوم. وفي معنا السيف. كانوا الثلاثه اليوم مشتركين معنا بحلقة اليوم. هذا رقم واحد. رقم اثنين، في واحد من الشباب أخذ 56 بتصويت الجمهور، وفي واحد أخذ شو اسمه؟ طلع نطقم وياه. 44 جاي من شو اسمه؟ مين اللي أخذ معانا 56؟ أعطونا أنتم مين مين بتتوقعوا أخذ 56؟ مين؟ حزير ومين؟ شو واحد. ألف مبروك سعد. يستاهل سعد. أنا بس للمرة الثانية سعد. يس سعد. يوم كان معنا الفايز سعد بالطبق اليوم. فنشوفكم بحلقة جديدة بإذن الله. السلام عليكم. فزت يا